السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومات جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج 6 ابتدائي الترم الثاني 2024، المنهج الجديد من كتاب جيم الاضواء. بنكمل النهارده يونت 10 الوحده رقم 10 ليسون 3 الدرس الثالث. شرحنا مع بعض المنهج من اول الكتاب لغايه يونت 10، هتلاقوا في صندوق الوصف قائمه التشغيل فيها شرح المنهج وحل كتاب جيم بالتفصيل. ومعانا النهارده بيج 127 من كتاب جيم. نبدأ مع بعض الدرس التالت. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. The benefits of ecotourism، يعني فوائد السياحة البيئية. Look and read، انظر واقرأ. My presentation عرضي today اليوم is about عن ecotourism، عن السياحة البيئية. And why it is a good idea، وليه هي فكرة جيدة. Egypt is a very beautiful country، مصر دولة جميلة. So لذلك we must look after it، يجب أن نعتني بها. However، ومع ذلك. Lots of people، كثير من الناس. Want to visit Egypt، يريد أن يزور مصر. Because it is a very interesting place، لأنها مكان شيق. It is good، من الجيد أو إنها جيدة. If we have lots of visitors، لو إحنا عندنا الكثير من الزوار. But tourism، ولكن السياحة. Can sometimes mean أحيانا تعني too many big hotels، الكثير من الفنادق، أكيد محتاجين فنادق عشان السياح يقعدوا فيها. And too much traffic، والكثير من حركات المرور، مواصلات بقى وعربيات وأتوبيسات. This can cause problems، ده ممكن يسبب مشاكل. Ecotourism، السياحة البيئية، is good، جيدة. Because people، لأن الناس. Can visit، ممكن يزوروا. And enjoy the environment، ويتمتعوا بالبيئة. But not in a way، بس مش بطريقة. That damages the environment، تدمر البيئة. These are my ideas، دي أفكاري. About، عن. Why I think، ليه أعتقد. Ecotourism is a good idea، للسياحة البيئية فكرة جيدة. للسياحة البيئية فكرة جيدة. If people، لو الناس. Learn، اتعلموا. More about the environment، الكثير عن البيئة. They will want، سوف يريدوا. To protect it، ان هم يحموها. If tourists، لو السياح. Take care of، اعتنوا. The places they visit، بالاماكن اللي هيزوروها. They will cause less damage، هيسببوا تلف اقل. To the environment، للبيئة، يعني خلي بالهم البيئة. If tourists، لو السياح. Stay in simple eco friendly accommodation، لو قعدوا في وسائل اقامة ودودة للبيئة او صديقة للبيئة بسيطة. There won't be so many big hotels، مش هيبقى في فنادق كبيرة كتيرة. If ecotourism is successful، لو السياحة البيئية ناجحة. I will، it will create new jobs، هتوفر وظائف جديدة. For the local people، للسكان المحليين. Thank you for listening، شكرا على استماعكم. Are there any questions، هل هناك أي أسئلة؟ هل في أي أسئلة؟ Extra vocabulary، كلمات إضافية. Presentation، عرض تقديمي. Presentation. Cause، يسبب. Cause. Successful، ناجح. لو كلمة صعبة قسمها لمقاطع واكتبها كذا مرة. Successful. Go sightseeing، يعني يشاهد المعالم السياحية. Go sightseeing. Look after، take care of، يعتني به. Look after أو take care of. Less damage، ضرر أقل. Less damage. Create new jobs، يعني نخلق أو نوفر فرص عمل. Create new jobs. Relaxing، مريح. Relaxing. Relaxing يعني مريح. Traffic، حركة المرور. Traffic. Eco friendly، صديق للبيئة. Eco friendly. Campsite، مخيم أو معسكر. Campsite. Local communities، مجتمعات محلية. Local communities. Community، مجتمع. وجماعة حولت الواي لآي. Yes. Local communities، يعني مجتمعات محلية. Page 128، صفحة 128. Language focus، هنتكلم عن زمن المضارع البسيط. The present simple tense، خدناه كذا مرة وهنرجعه النهاردة عشان هناخده في قاعدة F، الحالة الأولى. تعال نشوف كده القصة. المضارع البسيط ايه هو؟ بيعبر عن حقائق وعادات. طب شكل الفعل، مع اي، اوي، اويو،
او زي او اي اسم جامع الفعل بدون اضافات، يعني بدون اي شيء. طيب مع هي وشي وات الفعل بيبقى مضاف له اس مع كل الافعال. ساعات بحط له اي اس لو الفعل انتهى باحد الاضافات زي سي اتش اس اتش او اكس اس اس، وساعات بحول الواي لو قبلها حرف ساكن في الفعل الى اي اس. يبقى المضارع البسيط يعبر عن حقائق وعادات. شكل الفعل يا اما بدون اضافات مع اي وي زي او اي اسم جمع، هي وشي وات او اي اسم مفرد بحط له اس او اي اس او اي اس. طب النفي مع دول بحط دونت والمصدر. طيب مع هي وشي وات بحط doesn't والمصدر. ده المضارع البسيط doesn't وايه والمصدر. طب تعال نشوف كده. هنا بيقول لي affirmative form صيغة الإثبات في المضارع البسيط زي ما قلنا، مع I و زي أو أي اسم جمع بحط المصدر ثم التكملة زي I go to school on foot، أذهب إلى المدرسة سريعًا على الأقدام. طيب مع هي وشي وات أو أي اسم مفرد بحط الفعل اس او اس او اي اس ثم التكمله زي لما فيزيتس، لما اللي هي البنت، لما تزور هير جراند بيرنس جدها وجدتها افري فرايدي كل جمعه، يبقى انا الفعل في اس. شي واتشز هي بتشاهد، كان اصلها واتش حطيت لها اي اس عشان انتهت بسي اتش. هي بتشاهد تي في التلفاز ان ذا ايفنينج في المساء. عمر ستاديز هنا الفعل كان اصله ستادي، واي قبليها حرف ساكن حولت الاي اس. عمر بيدرس هيز ليسونز دروسه ان ذا افترنون بعد الظهر. ده بالنسبه للاثبات. طب النفي مع اي وي وزي او اي اسم جمع بحط دونت والمصدر زي وي دونت هاف اكس، ما عندناش بيت فور بريكفاست على الفطار. طيب مع هي وشو ات او اي اسم مفرد بحط دازنت والمصدر زي علي دازنت بلاي لا يلعب باسكت بول كره السله. طب تعالى كده تدريب بسيط تشوز اختار زي، تبقى زي رايد الفعل بدون اضافات. زي رايد زير بايكس تو سكول بيركبوا دراجاتهم للمدرسه. هدى هدى يبقى بليز عشان ده اسم مفرد. هدى بتلعب تنس ات ذا ويك اند في عطله نهايه الاسبوع. دعاء اند اسماء ده جمع اللي بيساوي زي. طب مع زي بختار ايه؟ دونت. زي دونت هاف ا كار ما عندهمش عربيه، او دعاء واسماء ما عندهمش عربيه. زكاة doesn't doesn't أو don't حتى بيجوا المصدر. زكاة doesn't eat لا تأكل القطة جراس العشبة. دي أول قاعدة بسيطة. تاني قاعدة المستقبل. المستقبل ليه صيغ كتير. هنتكلم عن زمن المستقبل البسيط the future simple tense will والمصدر. will وإيه والمصدر. بحط الفاعل ثم will والمصدر. في صيغة الإثبات we will meet سوف نتقابل at the club tomorrow في النادي بكرة، يبقى will جي وراها المصدر. طب النفي هنا will تبقى will not أو won't والمصدر، يبقى will نفيها will not أو won't. سوها won't travel next week، سوها مش هتسافر الأسبوع اللي جاي. طب اختار I not my grandpa next week، يبقى I will visit أنا سأزور جدي الأسبوع اللي جاي. She not come to my party tomorrow، she won't come هي مش هتيجي للحفلة بكرة won't come. يبقى أنا will أو won't زائد المصدر. مازن وونت، وونت بيجوا المصدر. مازن وونت ستادي تونايت، مازن مش هيدرس الليله دي، مش هيدرس. بيج 129 صفحه 129 اف، قاعده اف. اف ليها اربع حالات. هنتكلم على فيرست كونديشنال الحاله الشرطيه الاولى، ودي بتتكلم عن شيء محتمل الحدوث في المستقبل، حاجه محتمله الحدوث. يبقى وي يوز اف first conditional بنستخدم if الحاله الاولى to talk about عشان نتكلم على things اشياء that are likely to happen محتمل تحصل in the future في المستقبل. القاعده بتقول ايه يا مستر؟ القاعده بتقول ان اداه الشرط if، فعل الشرط بيجي مضارع، جواب الشرط بيجي مستقبل. يبقى if فعل الشرط جواب الشرط، if بمعنى اذا او لو، ثم المضارع ثم المستقبل. احنا خدنا خلاص المضارع if I am hungry لو انا جعان I will eat a snack هاكل وجبة. if he doesn't leave now لو مش هيمشي دلوقتي he will miss the bus هيفوت الاتوبيس. يبقى if مضارع will والمصدر. طبعا will ممكن اكتبها كده او ممكن اكتبها بالاختصار اهي
وممكن ويل نوت اكتبها كده او اكتبها وانت بالاختصار، مفيش اي مشكله. المهم يجي بعديها الفعل فين؟ في المصدر. تشوز اختار. اف يو هتبقى جو تو بيد ليت، لو هتروح تنام متاخر. يو وونت مش هتصحى بدري، يبقى اف فعل الشرط المضارع جواب الشرط مستقبل. اف زي ستادر لو هم هيذاكروا بجديه، زي ويل باس هينجحوا، زي اكزام في الامتحان. اف مضارع مستقبل ويل المصدر. اف شي مع شي بحط الفعل اس او اس في المضارع. اف شي فينيشز هير هوم ورك لو هتخلص واجبها، شي ويل بلاي سام فيديو جيمز هتلعب بعض العاب الفيديو. اف ات نوت رين تومورو ويل جو تو ذا بيتش. هنا في فعل في المصدر، يبقى اختار يا دونت يا دازنت، يا دونت يا دازنت. isn't وارنت ماليش وراها فعل في المصدر. طب هنا مع ايت اختار دازنت، لو مش تشت بكره هنروح للشاطئ. اف هي نقط وير برضو فعل في المصدر، هختار يا دونت يا دازنت في المضارع البسيط، ما ينفعش اختار isn't وهنا في فعل فين في المصدر. يبقى اف هي دازنت وير اكوت لو مش هيلبس بالطو، هي ويل فيل كولد هيشعر بالبرد. اف اتس ساني ذس ويك اند لو الجو مشمس هذا الاسبوع، وي ويل والمصدر ويل جو تو ذا بارك هنروح للحديقه. اف وي هاف تايم لو عندنا وقت مضارع بسيط، ويل واتش ذا تي في هنتفرج على التلفزيون. اف ات رينز لو الدنيا هتشتي، وي ويل نوت بلاي اوتسايد مش هنلعب في الخارج. اف سواء اند عمر، سواء عمر يعني جمع، يبقى مصدر. سيف ماني لو وفروا الفلوس، زي ويل باي نيو كار هيشتروا عربيه جديده. اف زي نوت انفايت، اف زي دونت انفايت مي لو هما مش هيعزموني، I won't come to the party مش هاجي للحفلة. Page 130 صفحة 130. ساينس علوم، في اللغة الإنجليزية بندرس ساينس علوم، سوشيال ستاديز دراسات، ماسز رياضيات، منهج متعدد التخصصات. بيرد مايجريشن هجرة الطيور. لسن استمع، بوينت شير اند سي وقل. من فوكابلري كلمات أساسية. بليكان بجعة بليكان. كينج فيشر طائر الرفراف كينج فيشر. سويفت طائر السمان سويفت. ايجل نسر ايجل. اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. جيرني رحله طويله جيرني. فالكون صقر فالكون صقر. وسيز واحد دي جمع مفردها. اويسز واحه، اويسز يعني ايه واحه. نورث افريكا شمال افريقيا. فلوك يعني سرب او قطيع فلوك. ليك قارون بحيرة قارون. يوروب أوروبا يوروب. ميديتيريانين كوستس سواحل البحر المتوسط. ميديتيريانين كوستس. فلامينجوز طيور النحام. فلامينجوز فلامينجوز. كونجيجيشن اوف فيربس تصريف الأفعال، زي ما قلنا في ريجولار فيربس أفعال منتظمة، وفي الريجولار فيربس أفعال غير منتظمة. المنتظم عشان أحوله من مضارع لماضي بحط له مقطع ثابت. migrate migrated هنا حطينا دي فقط. يهاجر هاجر. use used يستخدم استخدم. seem seemed هنا حطينا اي دي. try انتهى الفعل بواي قبله حرف ساكن حولناها لاي اي دي try tried. طب الافعال غير منتظمه احفظها زي ما هي. leave يغادر left غادر. know يعرف new عرف. make يصنع طيب made صنع. spend يقضي spent قضى. يبقى نحفظ الافعال الشاذه والمنتظمه احفظ المقطع. expressions and phrases تعبيرات وعبارات. such as مثل such as. spend a long time يقضي وقت طويل spend a long time. year after year سنه ورا سنه او سنه تلو الاخرى year after year. find out يكتشف. important sentences جمل مهمه. Many birds migrate to find warmer weather. كثير من الطيور تهاجر لكي تجد مناخ أدفأ. There are often يوجد غالبا large flocks of water birds. الكثير من إيه؟ من الأسراب الضخمة للطيور المائية. Near lakes بالقرب من البحيرات. And oases والواحات. تجمعات كده للطيور بيهاجروا مع بعض. Migrating birds الطيور المهاجرة. fly very long distances بتطير مسافات طويلة جدا. they might use the sun محتمل يستخدموا الشمس. or the stars أو النجوم to find out where to go لكي يكتشفوا أين يذهبوا. بيستخدموا النجوم والشمس عشان يعرفوا الأماكن اللي بيروحوها. page
31 صفحة 131. A long journey رحلة طويلة. Look and read انظر واقرأ. Many birds كثير من الطيور. Migrate بيتهاجر. To and from Egypt إلى ومن مصر. And across it وعبر مصر. Because of بسبب. Where it is in the world حيث في العالم. North Africa شمال أفريقيا. شمال إيه؟ أفريقيا طبعا. يبقى هنا الكثير من الطيور بتهاجر منه إلى مصر وعبرها عشان موقعها في العالم، حيث موقع مصر في العالم موقع متميز جدا. شمال أفريقيا is hotter than Europe أحر من أوروبا. So in winter ولذلك في الشتاء many birds كثير من الطيور leave northern European countries تترك الدول الأوروبية الشمالية and fly to Egypt بتسيب الأماكن اللي في أوروبا اللي في الشمال وبتطير لمصر. And other warmer places والأماكن الدافئة الأخرى. This means ده معناه ذات أن lots of interesting birds الكثير من الطيور المدهشة أو الشيقة migrate to Egypt بتهاجر لمصر. Such as eagles زي النسور falcons الصقور and swifts يبقى الطيور بتهاجر لأسباب عديدة. Many water birds الكثير من الطيور المائية يبقى برضو في طيور وفي طيور مائية migrate to Egypt بتهاجر لمصر. To أيضا you can often see large flocks تستطيع أن ترى أسراب ضخمة of birds من الطيور such as pelicans زي البجع near water جنب المية along the Red Sea على طول ساحل البحر الأحمر and Mediterranean coasts وسواحل البحر المتوسط as well as on the Nile بالإضافة لنهر النيل. These birds هذه الطيور often eat fish غالبا بتأكل السمك or plants أو النباتات that live in rivers اللي بتعيش في الأنهار lakes البحيرات oases أو أواسيس الواحات and seas والبحار. Lake قارون بحيرة قارون in فيوم في مدينة الفيوم is a good place هي مكان جيد to see flamingos لكي ترى طيور الفلامينجوس. Some birds بعض الطيور fly very long distances بتطير مسافات طويلة جدا making the same journeys بتعمل نفس الرحلات year after year سنة ورا سنة even حتى young birds الطيور الصغيرة that migrate اللي بتهاجر for the first time لأول مرة seem to know يبدو ان هي تعرف how to get to the place ازاي تصل للمكان they need to be اللي محتاجينه. How do ازاي these birds know where to go ازاي الطيور دي بتعرف تروح فين. They might use the sun ممكن تستخدم الشمس the stars النجوم or the things أو الأشياء they can see on the way اللي بيشوفوها في الطريق يعني يعلموا الطريق بالأشياء. Scientists have spent a long time قضى العلماء الكثير من الوقت trying بيحاولوا to find out إن هم يكتشفوا how they do this إزاي الطيور بتعمل كده. Checkpoint why do many birds migrate to and from Egypt ليه الكثير من الطيور بتهاجر إلى ومن مصر. طبعا للعديد من الأسباب من ضمنها إن مصر في وسط العالم وإن شمال أفريقيا أحر من الدول الأوروبية أقول because Egypt is in the center of the world في وسط العالم and North Africa وشمال أفريقيا is hotter than Europe أحر من أوروبا ففي الشتاء طبعا بيهاجروا كفاية الإجابة دي عشان المكان. What do migrating birds eat الطيور المهاجرة بتأكل إيه طبعا بتأكل السمك والنباتات يبقى زي عايدة على الطيور المهاجرة زي often هما غالبا eat fish or plants بياكلوا السمك او النباتات. عايزين نكمل that live in rivers اللي بتعيش في الانهار البحيرات الواحات. page 132 صفحة 132 pronunciation نطق listen and say استمع وقل a syllable المقطع الصوتي. ايه هو المقطع الصوتي؟ is a part of a word هو جزء من كلمة that contains بيحتوي على a single vowel sound صوت متحرك واحد يعني مثلا فالكون ف
فل كن بيحتوي على صوت او حرف متحرك واحد. فل ده مقطع وكن ده مقطع. فلكن صقر، يبقى هنا مقطعين، في كلمات مقطع، في كلمات اتنين، في كلمات اكتر. تو سيلابلز ووردز، هنا كلمات ذات مقطعين زي اي جيلز وزار. فلكن كير فول. توريزم ايجيبت، ايجيبت. طب في كلمات ثلاث مقاطع، ثري سيلابلز ووردز. كينج فيشر. بليكان فلامينجو. ساك سيسوفول. سنور كيلينج. امبورتانت، ده بيسهل لي طبعا الحفظ. تاني ايجلز ويزر، طبعا بنطقوها مره واحده لكن لما تيجي تحفظها قسمها على المقاطع. فالكون كيرفول توريزم ايجيبت كينج فيشر بليكان فلامينجو سكسسفول سنور كيلينج امبورتانت. امبورتانت، في بقى حاجه اسمها ستريس، الشد او التشديد. The way in which، بالطريقة اللي a part of a word is emphasized، يعني جزء من كلمة بتركز عليها. More than the other parts، أكثر من الأجزاء الأخرى. While speaking، أثناء التحدث. Most two syllable words، معظم الكلمات المقطعين have the stress، عندها شدة. On the first syllable، في المقطع الأول، زي e girls، تحس إنها في شدة أهي علامتها. Wither wither falcon careful tourism Egypt، بتساعدني في النقطة. three syllable words، الكلمات اللي هي تلات مقاطع can have the stress on the first syllable، ممكن يبقى المقطع في الأول or the second أو حتى في الثاني. king fisher pelican flamingo، هنا هنا في النص اهي flamingo، في المقطع الثاني flamingo. successful snorkeling important، يبقى ده بيساعدني في النطق. بيج 133، صفحة 133، تدريبات على الدرس الثالث. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، على الإجابة الصحيحة. From A B C O D، من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. Many birds migrate to and from Egypt and across it because of where it is in the world. North Africa is hotter than Europe. Is hotter than Europe. So in winter, many birds leave northern European countries to warmer places. To warmer places. This means that lots of interesting birds migrate to Egypt, such as eagles, falcons, and swifts. بسمع واختار، بسمع واختار. السؤال تاني اختيارات ولكن على كلمات الدرس. Not of birds fly long distances. يبقى flocks، أسراب من الطيور بتهاجر مسافات بعيدة أو طويلة. Birds not to find warmer weather. يبقى migrate، تهاجر الطيور لكي تجد طقس أدفى. Tourists، السياح. Must not of the place they visit. يبقى السياح must not of the place، هنا of the place المكان they visit اللي بيزوره، يبقى take care of، يعتنوا بيه. لازم السياح يخلي بالهم من المكان عشان المكان ما يتدمرش. نقط accommodation is good for the environment. يبقى eco-friendly accommodation، وسائل الإقامة اللي هي ملائمة للبيئة أو اللي هي بتحافظ على البيئة هي جيدة للبيئة. السؤال التالت، قطع ناقص كلمات. Read and complete the text، اقرأ وأكمل النص with the words in the box، بالكلمات. Costes سواحل، eat يأكل، flocks أسراب، flamingos طيور الفلامينجوز، ديزرت صحاري. Many water birds، الكثير من الطيور المائية، migrate to Egypt، بتهاجر لمصر. You can often see large، تبقى flocks of birds، تستطيع أن تجد أسراب ضخمة of birds من الطيور. Such as pelicans، زي البليكانز، near water جنب المية. Along the Red Sea، على طول ساحل البحر الأحمر. And Mediterranean coasts، وسواحل البحر المتوسط. As well as on the Nile، بالإضافة إلى النيل. These birds، هذه الطيور، often eat fish، غالبا بتأكل السمك. All plants، أو النباتات، that live in rivers، اللي بتعيش في الأنهار. Lakes، البحارات. Oases، الواحات. And seas، والبحار. Lake قارون، بحيرة قارون. In Fayum is a good place، هي مكان جيد. To see flamingos، لرؤية الفلامينجوز. To see flamingos. Page
124 صفحة 124. read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. many birds الكثير من الطيور migrate تهاجر to and from Egypt إلى ومن مصر and across it وعبر مصر because of where it is in the world عشان مصر في وسط العالم. north Africa شمال أفريقيا is hotter than Europe أحر من أوروبا so in winter لذلك في الشتاء many birds كثير من الطيور leave بتغادر northern European countries الدول الأوروبية الشمالية and fly to Egypt وتطير لمصر and other warmer places والأماكن الدافئة الأخرى. some birds بعض الطيور fly very long distances بتطير مسافات طويلة making the same journey بتعمل نفس الرحلة year after year سنة ورا سنة even حتى young birds الطيور الصغيرة that migrate اللي بتهاجر for the first time لأول مرة seem to know تبدو إن هي تعرف how to get to the place إزاي تصل للمكان they need to be اللي محتاجينه they might use احتمال يستخدموا the sun الشمس the stars النجوم or the things أو الأشياء they can see on the way اللي ممكن يشوفوها في الطريق scientists العلماء have spent a long time قضوا وقت طويل قضوا وقت طويل trying في محاولة to find out يكتشف يسألني في معناها مثلا مكتوبة بلون مختلف أو بخط سميك وتحتها خط خلي بالي منها how they do this يكتشفوا إزاي بيعملوا كده choose اختار the general idea الفكرة الرئيسية of the text للنص is about عن هتبقى bird migration هجرة الطيور every young birds كل الطيور الصغيرة that migrate اللي بتهاجر for the first time لأول مرة seem to know يبدو إن هي تعرف how to get to the place إزاي يوصلوا للمكان they needed to be اللي محتاجينه the underlying verb find out معناه discover يكتشف answer أجب why do many birds migrate to and from Egypt ليه كثير من الطيور بتهاجر إلى ومن مصر أقول because Egypt is in the world هي في العالم أو هي في وسط العالم and North Africa وشمال أفريقيا اللي هي موجود في مصر is hotter than أحر من يوروب وهكذا أقول أكمل ممكن أقول so in winter لذلك في الشتاء many birds leave northern European countries اللي هو الصوت التالت كثير من الطيور بتترك الدول الأوروبية and fly to Egypt and other warmer places summarize the passage لخص الفقرة in two sentences في جملتين أول Egypt is located مصر تقع in the middle of the world في وسط العالم دي أول جملة هقول ممكن أقول many birds migrate تهاجر to and from Egypt إلى ومن مصر for many reasons بسبب الكثير من الأسباب. السؤال الخامس رتب many birds migrate أو many water birds الكثير من الطيور المائية many water birds migrate تهاجر to Egypt لمصر birds can fly الطيور ممكن تطير very long distances مسافات طويلة جدا السؤال السادس والأخير في الدرس الثالث صح if it rains لو الدنيا تشتي I will stay at home هقعد في البيت يبقى will جه وراها المصدر if I am not busy tomorrow لو أنا مش مشغول بكرة I will help you سوف أساعدك هنا will والمصدر if you النفي if you don't hurry المضارع البسيط بقى فيه don't مع I will و they if you don't hurry لو مش هتسرع you will miss the train هيفوتك القطر if it snows لو هتشتي تلج will go cycling هنذهب لرياضة السايكينج if عمر comes if مضارع home late the mother won't لو عمر
هيجي البيت متأخر his mother will be angry. ما ينفعش اقول want كمان، هتبقى غضبانة منه، هتبقى يبقى لو عمر هيجي البيت متأخر أمه هتبقى غضبانة. if you press أشيل الإضافات مع يو الفعل بدون إضافات في المضارع البسيطة. if he feels مع هي وشو إيه بحط الفعل إس. if she doesn't بيجوا على الماستر work. لو هو هي مش هتشتغل بجدية she won't pass the exam، مش هتنجح في الامتحان. وكده يبقى خلصنا الدرس التالت من منهج الصف السادس الابتدائي الترم التاني 2024 شرح كتاب جيم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.